مساء الخير متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان، أهلا مرحبا بكم. النهارده أعرض على يد يعني زي ما بيقولوا كده صديق عمره أو صديق لعدد سنين طويلة، هو وأبنائه كان له الفضل عليه بحاجات كتير قوي. فهنعرف من أسرة الضحية تفاصيل الواقع. معانا يعني شقيق الضحية وعمه، هيقولنا البقاء لله. دوم لله الحمد لله. يعني عرفنا بحضرتك، محمد عبد الحي، يعني حضرتك تقرب إليه الضحية. انا اخوك كبير البقاء لله، ربنا الحمد يثبت. لله. يعني قول لنا علاقة المتهم بالضحية بدأت ازاي الأول؟ هي بداية العلاقة اللي انا اتعرفت عليها، ما اعرفش بدايتها كانت بداية فين بالظبط، بس اللي انا عرفته احمد استعان من الراجل ده، اشترى منه بيبان المونتاج للحمام البيت عندنا. دي كانت بداية العلاقة اللي انا اعرفها يعني، وما أحمد اعرفش شغال منه حاجة إيه؟ قبل الله كده. يرحمه. نعم، أحمد كان شغال إيه؟ الله يرحمه. أحمد صاحب معركة غيار مرسيدس، اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي. اللي احنا موجودين فيه حاليا. تمام. هو ده المكان، تمام. وكانت علاقته بالراجل اللي هو اتعرف عايز يعمل باب المونتال للشقة عنده، أو كانت عندي، احنا عندنا 3 شقق ليا أنا هو وأخويا الصغير من عنده، يعني هو اللي مركب لكم هو اللي بيبان مركب البيت. من عنده. بقاله كام سنة الموضوع ده بقى؟ بقاله كتير، بقاله من داخل البيبان أكتر من 10 سنين. تمام. ايه اللي حصل مع احمد؟ يعني اختفى ازاي؟ والله تفاصيل احنا يوم كواليس الثلاث اللي الاختفاء. فات الساعة حوالي 2 بالليل اتصلت عليا زوجته، احمد تليفونه مقفول ومش عارف اتواصل معاه. قلت لها خلاص احمد سهران مع اصحابه عادي، واحنا في رمضان والوقت مفتوح، هيتسحر يصلي الفجر ويجي. ما حصلش، رنت عليها تاني، قلت لها انت يعني نهدى شوية، نهدينا وقعدنا نسأل لحد فترة الظهر. تاني يوم الاربع الظهر ما كانش ظاهر، قعدنا برضه نسأل زمايله واصحابه، عدى اليوم وتاني بعد ما ايه خلاص احنا تيقنا ان احمد مش موجود مفقود، حتى كل اصحابه ما عرفوش عنه حاجه. اخر عهد بيه من اصحابه قالوا له هو موجود في منطقه اليوب حوالي الساعه 12 بالليل، ورنوا عليه، دي اخر مكالمات كانت معاهم. خلاص كده احمد مفقود، ما اعرفش عارفين عنه اي حاجه. توجهنا اسم مركز شرطه الطوخ، عملنا محضر بلاغ بالتغيب، فجالنا بقى القرار. بقى بعد كده عرفنا التفاصيل بقى اللي حصلت، ان احمد توفى، وحصل اللي حصل بقى، قتلوه وحرقوا بيه العربيه والكلام ده. عرفته منين؟ انتحاريات المباحث، كده كده الموضوع العربية يعني معروف. لما المباحث والمواطنين بلغوا المباحث وبلغوا ان لقوا عثروا على عربية، جثة واحنا بعد كده فعربية متفحمة. طبقنا بقى ورق العربية بشاسيه العربية المحروقة، عرفنا ان هي دي عربيته. فخلاص، وبعد كده المباحث قدرت ان هي تجيب الرجالة المشكورين يعني، الله يبارك لهم، قدروا يجيبوا الناس. فترة ان احنا اصلا كنا بنقدم بلاغ، يعني بنقدم بلاغ بالتغيب، هم الجناة موجودين وبس، كانوا عايزين يتأكدوا مننا ببعض المعلومات، وراحوا باعتين جايبينهم. مصطفى بيدي بتاع مدير مباحث طوخ، رئيس مباحث كنا طوخ. قاعدين معاه، اتصل تليفون شخصي الامير بيه مدير مباحث شبين، هات الناس دي من المتاد وهاتهم وتعالى لي. فاحنا على ما خلصنا المناقشات اللي كانت بتحصل مع المباحث، قعدنا حوالي ساعه مع السيد رئيس المباحث والمامور، وخلصنا وارتحنا في اوضه المعاونين شويه. فوجئنا بيهم داخلين علينا. طب الراجل ده اللي اتعرف عليه كويس قوي قوي، بس من كويس صغير، هو كان بيقعد مع احمد كتير هنا في المعرض. قلت له الراجل ده انا شفته قبل كده، قال لي ده فلان الفلاني، يعني ايه اللي جابوه هنا؟ عرفنا بعد يعني كده ان هم هو داخلين عليكم الجاني. في المركز احنا متهمين، ما جايين تعرفوش علينا، ان مش عارفين ان هم جايين دول اللي ليه، قاتلينه، وما تعرفوش ده هم جايين صاحبه، ليه. ده ده صاحبه، صاحبه ومأكله ومشربه، كان حليله دايما وشاكر بيبقوا موجودين بيته معاه هنا في المعرض ده. كتير، بقى بيقعد معاه في المعرض، بيكلمه ما صرحتش يعني لسه عن حضرتك وصلت للمتهمين من المباحث انا ما اعرفهم، لما انا ولا المباحث اللي عمري على عرفت. فكره، ولو مباحث ما بتمشي والله ما شفت فيهم في عداوات ولا مشاكل مع حد. كتير ويضربوا احمد، يوقف احمد بعربيته في الشارع، احمد معاه عربيه شخصيه، عربيته الخاصه، وبيتحرك بيها في كل مكان، في واجبات، مناسبات، في فرح، في ملوش عزاء، خلافات معاه خالص، نهائي. احمد كان ولا مع بيحاول حد يروح من يحل الراجل أولاده مشاكل بيته. احمد كان راجل معاه مشاكل بينه هو اللي هو واولاده. المتهم ده وولاده. لما كان بيحصل مشاكل كان الضحية، لو نزلت بس اهل البلد هم اللي عارفين. لما عرفتوه بقى ان ده المتهم فنزلت سألته عليه ما وكده. سالناش احنا، جات لنا الناس، احنا ارياف، الناس بتيجي لبعض. هو احمد ده وحش، ده ظروفه. يعني كان احمد اللي ماشي على حسه، بما انه هنا من مش المنطقة، هقول بقى على حسه يعني، على حس معرفته، يعني ان يعني هو الثقة كان عارف بيجي فلان. بيرمي نفسه هنا في القعده، حتى احمد موجود مش موجود، كان بيجي يقعد قدام في محل قديم هنا قبل المعرض. احمد من الشخصيات الاجتماعيه قوي، محترم جدا، ماشي باسمه، باسم والده، باسم عيلته، باسم عمامه. احمد متزوج، احمد متزوج وعنده ولد وبنت، ربنا يخليهم. 5 سنين احنا واثقين في القضاء بتاعنا، ويعني انا انبسطت جدا وثقتي زادت.
كيلو 10 تعبان. واحنا طبعا مش هنطالب باكتر من حق احمد، واحنا بيقول وكلنا القضاء المصري في حاجه زي كده، وانا مطمئن يعني لنزاهه القضاء، ومطمئن طبعا لشغل المباحث وتحرياتها. احنا طبعا هم قبضوا على الناس قبل ما احنا نفكر فيهم، وشايفين شغلهم كويس جدا، بس بره عايزين ننوه بس ان بعض المخاوف اللي عماله تتقال، بس طبعا احنا واثقين فيه، وحق احمد مش هنسيبه. طبعا احنا واقفين في ظهرهم ومعاهم في اي حاجه، عايزين انهم حق احمد مش هنسيبه، احنا معلنين في رقبتكم، بدايه يعني من السيد رئيس الجمهوريه لحد اصغر مخبر في المباحث. أو يعني أحمد خريج كلية تجارة حضرتك بتقول خريج تجاره على فكره، وشغال احمد بادئ هنا، البيزنس بتاعه والشغل بتاعه هو في الكليه، في محل فوق هنا كان فاتح اكسسوار عربيات، هو بيدرس. أسرته بقى يعني حضرتك شغال إيه؟ انا مدير جوده في مصنع طباعه، وله أخ اخ تاني التاني رائد قوات مسلحه، ضابط في القوات ضابط قوات المسلحة، يعني مسلحه. ما شاء الله كلكم من والدي رحمه الله عليه كان مدير عام في هيئه الثقافه، وأخت وعم حضرتك، ايه أخت حضرتك، اختي مدرسه يعني ما شاء الله العيلة كلها الحمد لله مثقفة، الحمد اللي هي لله. يعني في صح وغلط، وحتى رقم واحد بيجي ترد على اهله، احنا في عرف في الأرياف اكيد في اكيد. كبير بيرجعوا له واحنا كعمدة العيله أو عيله كبير معروفه في عيلة. مش هقول لي معروفه في المنطقه، يعني عيله معروفه في المحافظه كلها، المحافظات اللي بره عارفيننا. احنا لما تحصل اي مشكله عندنا رقم واحد احنا عارفين متعودين، والعرف اقرب شيء بيجي يرد على اهله. في يوم من الايام حصلت مشكله عاديه، وتوجه بعض الناس لاحمد، راح لعمك، راح لعمه قال له اي يا عم انا معايا مشكله، بس يومين واسبوع شهر واتحلت المشاكل اللي احنا متعودين عليه، لكن ده عمره ما حصل معاه مشكله. ولو حصل مشكله بيجي بيرد على اهله، انا موجود، اخوك كبير، عمامه كلهم ربنا يديهم الصحه موجودين، وناس بتحل وتربط للبلاد اللي حوالينا، ولا اهل مش عارف يحلوا ويربطوا لينا. عمرها ما شفنا حد جه اشتكى من احمد وقال احمد اخوكم عمل فيه كذا، ده الناس جايه بتشكرنا بتقول لنا اخوكم كان ماشي يوزع حنيه على الناس كلها، ازاي حد يعمل فيه كده؟ كان بيعمل خير في رمضان جدا ويوزع في أكل. فيديوهات متصوره ليه طبعا من الكاميرات اللي على طريق هنا، في ساعه الفطار بيوزع الفطار على الناس في الشارع، ويوزع بلح وعصاير. مفيش واجب بيفوت قريب او غريب لازم يروح. بتطالب بإيه؟ انا مش عايز غير القصاص، حق الحق إن شاء اللي الله احنا بنجري وراه ومش هنسيبه، حقه بس إن شاء الله باذن الله العلي الكريم. طبعا خلاص احنا ولينا طبعا وكلنا ولي الامر في الموضوع، يعني الحمد القضاء لله المصري يعتبر كولي امر لنا كلنا، ابن حق احمد إن مش شاء الله هنتنازل عن كده إن شاء الله بإذن باذن الله الله إن شاء الله الكريم، حقه يجيبه باذن الله ان شاء بقول الله الله. دوله واحده. يعني ومعانا عم الضحية عم أحمد بقول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ببركة هذا الشهر الكريم وبركة قرآنه وبركة الإسلام اللي احنا فيه ومنتدين فيه، إن هذا الحادث حادث مروع، حادث يرعب، تخطى الإنسانية، تخطى الآدمية، إن صديق على مدى البعيد 8 ل 10 سنوات ويغدر بصاحبه مهما كان بينه، مهما كان بينهم، كان فيه ضوابط لنا، واحنا خاصه في الارياف لنا ضوابط وقواعد. اقول لحضرتك بعض الناس اللي في البلاد لو راح ليهم واستنجد بيهم غريب عننا هيأثر وهياخد حقه، لكن انا لحد النهارده مش عارفين ايه السبب. كان فيه حسن نيه وفي تعامل كويس مع الراجل ده، الراجل ده قائم في الاحراز ولكن هو مش من الحراس. بعد ما حصلت المشكله وصلنا لحلول انه راجل هتامي، يعني ملوش جذور، ملوش اصل، وبناء عليه قعد في الحراز وخلف ولدين وقاعدين وعامل ورشه الموتال وازاز. وطبعا اي شغل بيجي احمد كان بيبعت له شغل احمد ساعات وكده. احمد كان ليه الراجل الكبير عنه في السن، 68 سنه مثلا او 65 سنه، احمد لسه شاب، بيتعاملوا مع بعض بايه؟ جه مره هنا بعربيته كان عايز حاجات للعربيه، صار المعرفه ده انا عندي محل الموتيل، طب انا بجهز الشقه اعمل كذا كده، يعني الحوارات يعني استمرت بيجيب على له كده شغل بتعامل بيتعامل بينهم شغل. بعض. لا ده احسن حاجه، ان المشاكل الداخليه جوه البيت وفيها اسرار عيب ان احنا نقولها، ان احنا مش كرامتنا ان احنا نشوه الناس، عيب لما نشوه الناس، عيب لما نقول في الاعراض عيب. إن اللي انا بقوله ان احمد كان بيروح يحل المشكله بينه وبين ابنه،
لدرجه ان كان في حوارات بسكينه وبره البيت وحاجات زي كده، قال لنا كان في تمس السلوك والاخلاق بينهم وبين بعض. بينهم هناك بعض احمد اللي كان بيروح يخلص ليهم ويقرب وجهات النظر بينهم، وكان يعني يكرمه يعني كان بيكرمه احسن كرم والله. فجاه لما سمعنا الخبر شيء مريب. يعني عارف احمد كان العيش والمن. احمد حضرتك قبل ما يحصل الموضوع ده كان في عزا، واحد من البلد حماته متوفيه في بلد ثانيه راح يعزي مجموعه معاه ورجعوا البلد وقال لهم انا ورايا مشوار اليوم، يعني اليوم مشوار هروح واصد رد. ليه؟ كان هم متصلين عليه على اساس ان هم في منهم ايه؟ على ما قيل وعلى ما سمعنا من اشاعات. راح لهم وفجاه اتغير الراجل لحد 12 وربع بعد الزملاء هنا اتصلوا عليه، انت فين يا جمل؟ قال لهم انا قدامي نص ساعه وجاي. نص ساعه ده التليفون اتقفل لحد دلوقتي. التليفونات بتاعته فين بقى؟ ما اتقفلت من ساعتها ما شفناهاش ولا عرفناها يعني سرقوها ولا ولعت فيها معاه؟ واكيد ولعت معاه اكيد. لان ملهاش اصل. وبعدين يعني هم ما اعترفوش بيها في النيابه والكلام لا ده. النيابه لحد دلوقتي لسه ما تمش التحقيق ولا خرجوا التحقيق بتاعه لحد دلوقتي. تمام. يعني ما افصحوش عن التحقيق. لسه تحقيق جري. تحقيق جري. القصه دلوقتي في الموضوع ده ان لازم لو تفشت في المجتمع المصري معنى ذلك ان الانسان ما يأمنش لاي حد. معنى ذلك لا ثقه يعني لا ثقه في وجود المجتمع ده. ربنا قال خير في امتي ليوم الدين ان شاء الله، يعني لسه ما زلنا فينا خير. اما الصديق يعض صديقه بس دي حاله استثنائيه طبعا. انا الحمد لله وأدين بالفخر والاعتزاز للسيد رئيس المباحث بطوخ ورئيس المباحث بشبين الدكتور امير الكومي والمقدم مصطفى دياب، ونعم الناس ونعم الاصل ونعم التربيه. حقيقي في خلال ساعه زمن بعد تفشي الخبر كان جم المتهمين لحد سرايا المركز، لحد المركز على طول. دي حاجه عظيمه جدا، وده احتراما للداخليه واحتراما للقضاء. ان الحمد لله رب العالمين فينا صاعه مهما قلنا او زدنا او في اشاعات او، ولكن حقيقي الموقف ده ثبت لنا ان احنا في دوله قانون. دولة القانون اللي بيعوموا الاشاعات اللي بتجيلنا ان هم ناس متواصلين ومعاهم اموال ومعاهم كلام فاضي، طبعا مفيش حد فوق القانون، واحنا بنتمسك بهذا الامر مع القضاء. للاسف اللي احنا سمعناه واللي وصلنا لا ما لناش دعوه باللي سمعناه، احنا بنتكلم عن اهالي الحراز. اهالي الحراز اللي هم بلد هو عايش في وسطها كلهم جابوا لنا عنه اشياء يشيب لها الولدان، يشيب لها الولدان من السلوكيات ومن طفرات المال اللي عنده. حاجه تشبه، لازم يحاسبه، لازم يبقى في بحث عن حاجه زي كده. وايه علاقته بالناس وده ايه علاقته وده علاقته لامتداد العلاقات لحد فين؟ انت عارفه حضرتك يعني 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 من ضمن الاشياء الغريبه ان هو يطلع من هنا نسمع ان كان في عرب الشعار ونزل على خلوه سنيره، ما بين الاثنين ساعه زمن مشي سنه بعربيه ساعه زمن. المكان مش قريب لبعضه، ومكان مقطوعه. بصي يعني اماكن وعره. طب ليه تعملوا ده كله؟ وفين القلب اللي يديك؟ عرب الشعار؟ فين تبع ايه ده؟ دي تبع اليوب وفي جنب كوم السمن والجعفره. قريه عزبه تبع قريه. تمام. ودي مناطق كلها وعره ومناطق يعني ريفيه قوي. ماشي؟ والحركه فيها قليله. بس ما يعرفوش حد هناك. لا فجاه لقينا العربيه عند خلوه سنهر. الموضوع بوجود العلم والدين والاخلاق، علم ودين واخلاق وبلد لها قوانين. عملت العزاء واستندنا على ان القضاء هو المثمر بالعدل. القضاء هو المثمر بالعدل. لا نتعدى على القضاء لان احنا متعلمين ومثقفين وفاهمين. ان شاء الله. حضرتك بتطالب بايه؟ بطالب بالقصاص بحق الله. القصاص وبحق الله. لان يستدرج ويموت ويحرق. ثلاث حاجات غريبه تدنت فيها مشاعر الانسان ومحيت فيها الإنسانية. دي وحوش. وحوش لازم تتقدم. وحوش لازم تاخد الحكم اللي يناسبها وهو الإعدام حق الله. وإحنا عشمانيين في إن قضاء مصر يقف بنزاهته إن شاء الله وأصلته قصاص عادل. ما بيفرقش بين غني وفقير وبين مسكين وغني. إن شاء الله يكون في قصاص عادل وخلص عزانا لحضرتك. تحياتي لجريدة الوصل يوسف وجريدة ألف ألف شكر عليك. شكرا لحضرتك. شكرا.
متابعي جريدة وموقع أهل مصر وكل مكان، تابعنا مع حضراتكم اليوم من مكان عمل أحمد جمل ضحية يعني أحد أصدقائه وأبنائه استدرجوه وتخلصوا عليه وأشعلوا النار في جثته داخل عربيته في أحد المناطق النائية في محافظة الألوية. شكرا متابعي جريدة وموقع أهل مصر وكل مكان.